يسعد صباحكم عن جديد. اليوم رح نسوي باستا مع صوص المولونيز او البولونيز بس بالعدس، مع العدس. حنستخدم اليوم العدس بدل اللحمه. حنشوف شلون حنساويها. اول شيء خلينا نبلش نسلق المعكرونه. حنستخدم اليوم معكرونه دولامي. حنستخدم حوالي تقريبا نص كيس. طبعا المي هون عم تغلي عندي سخنه وعم تغلي. نحط رشه زيت صغيره بوسط المي ونبلش نسقط المعكرونه. تقريبا هيك نص الكيس استخدمنا. هلا مجرد بنعمل لها بس تحريكه بسيطه نحن مشان ما تلزق مع بعضها، لانه بتكون المي سخنه راسا قوم بتلزق شوي احيانا مع بعضها. بنغطي عليها نحن مشان نسرع عمليه الطهي. حبدها حوالي بين 7 لـ 8 دقائق. نحن هون على الطنجره الثانيه حنساوي فيها الصوص. حنبلش اول شيء نحط زيت نباتي. هلا ممكن نحط زيت زيتون، هي مو مكتوبه بالمقادير بس نحن حنستخدم شويه زيت زيتون بتعطي نكهه كثير طيبه. مجرد رشه خفيفه لانه هي بتكسر الطعمه كلياتها زيت الزيتون. حنحط هلا البصل. هلا بنحاول نسوي شويه البصل. البصل لازم يكون عندنا شوي ظاهر بهالأكلة لأنه هي بتعتمد على الألوان وعلى ظهور النكهات فيها أكثر. كمان هالأكلة كتير بسيطة وكتير ظريفة وطيبة وخفيفة ومتوفرة تقريبا بكل بيت مكوناتها، لأنه نحن ما قلنا المكونات. نحن عندنا تقريبا بصل مفروم، عندنا جزرتين مفرومين ناعمين، عندنا فليفلاي مفرومة ناعم، عندنا ورق غار، عنا معلقة رب البندورة، عنا فلفل أسود، عنا ملح، عنا بهار 7 بهارات، عنا بصل بودرة حوالي نص معلقة، وأكيد عنا عدس، وعنا حوالي 1.5 كيلو للكيلين بندورة مقطعين ناعم، وعنا جبنة موزاريلا على الوش هي بدنا نحطها بالأخير فوق. هلا مثل ما شايفين المقادير قلنا إنه كتير متوفرة بالسوق، متوفرة بكل بيت وكتير سهلة شغلة وما بتاكل وقت، لانه انا بالاساس العدس سلقته وحطيت له مي طبعا وسلقته وهو مستوي، يعني مجرد انه هنا تطبيق بس نستنى البندوره لبين ما تستوي وتتشبك مع بعض. هلا نحن بعد الخطوه هاي حنضيف الجزر. نحن بدنا نعتمد على الالوان هون. هلا بدنا احنا اول شيء بدنا البصل شوي يستوي مع الجزر، وبدنا نضيف البندوره، بدنا نستنى لتستوي تمام، بدنا نضيف عليها رب البندوره بالاخير. نحن طبعا هلا هي بدها وقت هي الاكله، بس انه لبين ما يستوي الاغراض يعني كلياتهم او المكونات كلياتهم تمام. هلا بدنا بنكمل بهذا الشيء بالفقره الثانيه تبعنا. نحن مثل ما قلنا عم نساوي باستا مع صوص البولونيز مع العدس. هلا نحن حطينا هون البندوره والبصل والجزر، عم نتركهم يتهدوا مع بعض مشان يستووا كلياتهم ويصيروا شغله واحده كامله، كلياتهم يتسبكوا مع بعض تسبيك. هلا انا حطيت بس خلال فتره الهواء حطيت الملح وحطيت ورق الغار مشان ياخذوا النكهات. هلا حضيف الفليفله مشان تضل نكهه الفليفله ظاهره والوانها ظاهره، ما بدي اياها تستوي كثير. هلا بنخلط الفليفله معه، بنبلش نضيف البهارات تبعنا. هلا حنحط فلفل اسود، حنحط 7 بهارات، انا عم اعطيها شوي نكهه عربيه بال7 البهارات، والبصل البودره عشان تعزيز النكهه اكثر بالنسبه للبصل. خليهم ياخذوا النكهات كلها. أكلة كتير بسيطة مثل ما قلنا وكتير سهلة، وممكن تساوي بست البيت تساويها بسرعة، بس بتاكل وقتها أول شيء بس بسلق العدس، أكثر من هيك ما في. وهي خلال ربع ساعة بتكون جاهزة صلصة البندورة، يعني بين ما تظبط أمورها بتكون جاهزة الطبخة.
هلا تقريبا هيك جاهزة، بس بدنا نحط العدس. طبعا كمية العدس على هوا رغبة ست البيت. هي هنستعيد بدل بروتين اللحمة، هنستعيد بالبروتين النباتي انه هنستخدم العدس بدلها. هلا هيك تمام كافي العدس، حوالي شي كاسة للكاسة ونص عدس مسلوق وجاهز. هلا بنتركها شي 3 دقائق على النار وجاهزة الأكلة كلياتها. دبين ما العدس يمتص النكهات تبعت البندورة وتبع البهارات وتبع الفليفل. هلا تقريبا هيك الأكلة جاهزة. طبعا نحن سلقنا المعكرونة وجهزناها، وهلا بنشوف شلون بدنا نقدمها بالأخير بطريقة التقديم تبعها. هنشوف شلون حنقدمكم اياها بطريقتين ونشوف شو المناسبة اللي بتقدمه ست البيت. مثل ما قلنا رح سوينا اليوم باستا مع البولونيز مع صوص العدس مع العدس، وهي شكلين بطريقة التقديم تقريبا اقتراحين.